هي موديلة العلامة الصينية جيلي التي تعتزم طرحها في السوق الجزائرية خلال السنة الجديدة، ووفق استراتيجية تسويق الشركة سيتم طرح نموذجين للمنافسة هما جيلي اكس 3 برو وكولراي المصممتين بطريقة عصرية وأنيقة، تعملان وفق نظام علبات يدوية وأوتوماتيكية إلى جانب ميزات تكنولوجية سويدية. عدد الطلبات هو 14,000 طلبة، كاين 16,000 سيارة مخدومة في الصين بدينا نشحنوا في السيارات، ويكون الشحن هذايا كل أسبوع إن شاء الله نشحنوا للجزائر كمية هائلة لتلبية طلبات المواطنين. هذا وتستعد جيلي القابضة إلى إطلاق مشروع صناعي ضخم في الجزائر لصناعة السيارات بمعدل 50,000 سيارة. لازم نكونوا في المرتبة الأولى في الجزائر، هذه أولا. ثانيا احنا ما دابين نمسوا المجتمع الكل، يعني حسب السعر تاعها، يعني يبدا جي اكس 3 برو ابتداء من 197 مليون، وكل غاي ابتداء من 336، وفيها كل المواصفات، ثم فيها كاع التكنولوجيا اللي تنتجها جيلي نقدروا نشوفوها في السيارات. الجزائر باعتبارها واحدة من الأسواق الاستراتيجية الأساسية لجيلي بالخارج، سنعمل على تسويق الموديلات الأكثر مبيعا وترويجا في العالم في السوق الجزائرية لتزويد الزبائن بمنتجات عالية الجودة والأمان والتكنولوجيا. موديلات أخرى ستقوم الشركة بتسويقها مستقبلا على غرار جيلي ام جراند واس يو في وستاري، مع الانطلاق في تسويق سيارة جيومتريا الكهربائية وسيارة اس اكس 21 النسخة المتطورة.